هذه النوعية من الجوائز التي يعني تحظى بقبول واسع وحضور فاعل على المستوى الوطن العربي بدون شك تجعلنا يعني نشعر بمسؤولية أكبر في تقديم ما يمكن أن يكون أفضل، خصوصا في ضمن التحديات اللي اليوم حتى موجودة ونتناقشها في هذا المنتدى، فيما يتعلق في الذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالتطورات في التحولات في الإعلام الذي أصبح الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي. التحفيز يحتاج إلى نوع من التقدير، وزيادة التحفيز يحتاج إلى مثل هذه الجوائز التي لا نريد أن نقول تعطي الحق لأصحابها، إنما هي تعطي روح جديدة تبعث على الإبداع وتبعث على الإنتاج أكثر. التقدير هو حاجة شخصية وحاجة ذاتية، كلنا يسعى إلى التقدير، كلنا يسعى إلى أن يقدر عمله ويقدر إنتاجه وإسهامه، ولذلك تأتي مثل هذه الجوائز في مكانها الصحيح. وعودتنا دبي دائما أنها تفعل الأشياء بصح يعني بدقة وبشكل صحيح وأيضا مبهر. اليوم واقع الإعلام العربي في نقطة تحول، خصوصا بعد دخول الإعلام الرقمي فرض نفسه على الإعلام العالمي كله. الجميل أن الإعلام العربي بدأ يواكب التحول الرقمي اللي فرض نفسه على الإعلام التقليدي وعلى الإعلام بشكل عام كله. منتدى دبي للإعلام، هذا المنتدى العربي الأكبر من نوعه اللي قام في المنطقة، تركيزه هذه السنة تحديدا على مسألة التحول الرقمي والإعلام الجديد وعالم البودكاست اللي بدأ يفرض نفسه الآن على كل وسائل الإعلام.